مرحبا يا جماعة، راح نبلش من هون. هلا هي مقبرة السيارات بألمانيا، هي كل شيء موتورات، اللي بده قطع بيجي من هون بيلاقي القطع اللي بده اياها. طبعا هذا المكان يا جماعة يعني بفوت عليه الواحد بيضيع، شو بدك قطع مستعملة للسيارات بتلاقي فيهم، شايفين كبير كتير. وبالإضافة انه السيارات مفروزين كل موديل بموديله. عندنا هون مثلا هلا هي مرسيدس، هاي مرسيدس، شايفين السيارة كله بيجي مكفكفك، العالم تجي بتفك القطع اللي بده اياها بتاخدها، اي شيء بده اياه بفكه، بجيب معه العدة تبعه تمام وبفك كل شيء بده اياه. يعني انت بتلاقي مثلا عندك مثلا هاي السيارة مرسيدس تمام، نفترض بدك قطع منها مثلا، نفتح هون شو بدك قطع منها مثلا بتلاقي. طبعا هون مفكوكي هلا مشفينها تشفاي، وبتجي بتنشرل بصراحة القطع بأسعار مخيفة يعني بصراحة. شايفين يا جماعة هلا عنا هدول الصفين كلهم مرسيدس، اي شيء انت بدك اياه بتجي بتختاره من هون. شوفوا الميني كوبر شو عم تساوي فوق، يعني هاي الميني كوبر اللي عنده مثلا بده قطع بده شيء بيجي بيلاقي بياخدها. شايفين هاي بسموها هون مقبرة السيارات بألمانيا، وين ما بتمشوا بتلاقوا سيارات سيارات سيارات. طبعا نحن هلا بقسم المرسيدس، هلا رح نفوت على قسم تاني شوف شو في اقسام. طبعا كل شيء بدك بتلاقي مرسيدس، بي ام، اودي، اوبل، اي شيء بيخطر على بالك موجود هون. شايفين شيء ظريف ومرتب. هون قسم الرينو، شوف الرينو بتشفوا، شايفين هلا في عالم هون احيانا بتجي بتتسلى بتكسر البلور بتفش خلقها، لانه سيارات كلها للكب هي تمام. فبيجي الواحد هون بيشتري قطع اللي بده اياها بيشتريها شري. شايفين رينو رينو، كله مفكفك كله مشفى. حتى في عالم مثلا بكون ناقص قطع بالميتور بتجي بتاخذ قطع بتفك القطع اللي بدها اياها بالميتور. يعني هون الشغل شلون بدي اقول لكم، هون الشغل انت بنفسك تشتغل بتفك القطع شلون ما بدك بتساوي شلون ما بيعطيك. شو هالحارقينها، هي محروقه السياره كانه، يا لطيف محروقه يا لطيف، الله يجيرنا والله محروقه السياره هاي. شايفين نشوف هلا نطلع على قسم تاني شوف شو في عنا لسه. طبعا في لسه فوكس فاجن، في كله موجود هون. لساتنا بقسم الرينو يا جماعة. هذا المكان شو حلاوته، انه بتجي انت بتشوف شو اللي بيناسبك، شو اللي بدك اياه لسيارتك، بتفكفك وبتساوي بتكسر بتخبط، ما حدا بيقول لك شو عم تساوي. شايفين هي سيارات لتنباع قطع، تنباع قطع اخر شيء بعد ما تنفك القطع كلها، بشوف السيارة كلها فكت قطعها بياخدوها وبيطبقوها هيك بيكبسوها حديد وبيبيعوها حديد بعدين. هلا حورجيكم كيف بيجمعوهم اخر شيء. شوفوا صاحبنا كيف عامل حامل السيارة بالرافعة، بديتنا بدي يقتلنا. شايفين السيارات اخر شيء بيقيموها بتصير كلها تتشفى، بيقيموها بحطوها هيك بطبقوها اخر شيء ببيعوها. شايفين طبعا اذا بدنا نفتر بالمكان، المكان كتير كبير. شوفوا شلون حامل السيارة بالرافعة، شايفين
خلونا نرجع نشوف القسم الثاني. هذا المكان بألمانيا يا جماعة بيسموه شوت بلاتس، أوتو شوت بلاتس، تمام؟ يعني اللي بده يجي مثلا يشتري قطع مستعملة بيجي لهون، اسمه أوتو شوت بلاتس. طبعا في منه أماكن كتير، يعني مو بس هذا المكان، بس هذا طبعا مكان من ضمن الأماكن الموجودة بألمانيا. شايفين شغلة مرتبة وعلى كيف كيوفكم. هون صرنا بقسم البيجو، بيجو شوف الليموزين هنيك. شوفوا السيارة شلون مطبقة كلها، هاي السيارة بتكون مفكفكة وخالصة، بيحطوها هون بجمعوها، بآخر شي بقى ببيعوها حديد وتروح على الصهر، بيصهروها صهر كله. هاي جنوطة، اللي بده جنوطة كمان يلاقي. شايفين بتدوروا وتشوفوا القياس اللي بدكم اياه. شوفوا الليموزين مشفينا تشفاية، شايفين تشفاية للليموزين كمان. شايفين سبحان الله. خلينا نطلع ونكمل جولتنا. هون هلا مثل ما حكينا قسم البيجو، طبعا بالنسبة للأسعار يا جماعة هون الأسعار كتير رخيصة، يعني أنت ممكن تجي تشتري باب من هون إذا بدك تاخده جديد مثلا الباب حقه 400 500 600 يورو، والله ما بعرف حسب نوع السيارة طبعا وأكثر حسب نوع السيارة. هون بتجي بتاخده مثلا 100 150 حسب نوع السيارة يلي أنت جاي تاخذ لها. هاي الأوبل، شايفين هاي الأوبل، هاي السيارة شكلها هلا جايبة جديدة. شوف هاي السيارة جايبة جديد، شكله ما صار له زمان، لسه فيها أغراضة، فيها مسجلتها دركسيونا أمورا لساتها تازة، هي يعني هلا جابها. شايفين شو أوبل، أوبل كله أوبل يا جماعة. المكان كبير كبير جدا جدا، يعني إذا بدي أتمشى فيه أنا بدي يوم كامل تقريبا. شايفين هاي عندنا هون كمان قسم الأوبل، الأمور كلياتها هاي. قسم تاني كمان، شايفين فولكس فاجن، فولفو، فولفو، هاي قطع الفولفو كمان، تفتحوا بتلاقوا كل شي موجود، اي شي بدكم اياه تاخذوه من هون. يا جماعة هذا المكان حلو بصراحة، انه بيجي الواحد احيانا يكون ناقصه قطع، عنده سيارة مثلا يكون ناقصه قطع مثلا من المحرك، ناقصه باب، ناقصه شغلة منزوعة بالسيارة عنده، بيجي لهون معلم بيلاقيها. هذا المكان بيلاقيه دح. شايفين محلى فولكس فاجن، شو ها ما بعرف والله مو مبين معي شو نوعها هاي، بس هلا هون فولكس فاجن كله، شايفين كله فولكس فاجن. هاي الشتابلة، هاي مهنتي يا جماعة الشتابلة. شايفين سيارات، سيارات هنا عنده بدون نهاية سيارات، بس تعال وشوف شو اللي لازمه. شوفوا هون فاكين محرك، فاكين جماعة لازم المحرك، جايين فاكين المحرك كله كامل. شايفين السيارة شلون شفاية تشفاية،
طبعا مثل ما حكينا هون بيجي الواحد بيجيب معه العده مشان بده يفك ويركب، لانه ما في حدا بيساعدك هون، لحالك بدك تجي لحالك تشتغل لحالك. طبعا والله قسم الفوكس فاجن كبير كتير والله، شوف وين ما عم نمشي عم نلاقي فوكس فاجن فوكس فاجن. هاي هلا جابت، هاي هلا جابت تازة كأنه. ورينا نشوف، والله جايبة هلا منزلها من فوق مشفينا كمان. فولكس فاجن، والله فولكس فاجن معبى. شايفين لسه 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 كبير يعني قوي. يا جماعة لا تنسوا الاشتراك بالقناة بمعيدكم ها، يعني شايفين عم نتعب يعني كرمال عيونكم، طبعا مو مني عشان ما تقول الناس اللي عم يمنلنا، فبمعيدكم ادعمونا يعني ما تنسونا من الدعم، ضبطونا الامور، فاشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو. هذا شو هون؟ اودي، اودي، صرنا بقسم الاودي. هلا الناس تقول ليش عم تقول اودي؟ لانه هي بالالماني بتجي اودي، نحن بالعرب العالم نعلم إلا أودي، أودي تمام، فهي بالألماني أودي. حتى الـ حتى الفولكس فاجن نقلها فولكس فاجن، نحن هون بيقولوا لها فاو في، فاو في تمام. الفاو اللي هو بيجي الحرف الفي بالألماني، بس عفوا بالإنجليزي، بس بالألماني بيقولوا له فاو، والدبليو بالإنجليزي بيقولوا له في. حلو لون هالسيارة. وين صرنا؟ هاي بقسم الأودي لساعتنا، قسم الأودي لساعتنا، قسم طويل طويل شايفين يا جماعة ما بيخلص، يعني إذا بنلفته لسه لسه في عنا الطرف الثاني، بس بعيد لسه صعب. هاي قسم الاودي شايفين سيارات سيارات سيارات. نروح على هذا القسم، شوف شو في عنا هني كمان اودي بي ام. هاي بي ام، صرنا بالبي ام. هاي عنا هول فورد، سيارات الفورد، كل شيء فورد بيتعلق بالفورد. يا جماعة أحيانا بتجوا بتلاقوا شغلات لساتها يعني موجودة إنه جديدة لسه، يعني ما فيها شيء. شايفين شلون؟ اللي بيشوف السيارة وهي جاهزة بيشوفها هون بيزعل. بيلاقوها هون مشفاية تشفاية للسيارة. هي السمارت، قسم السمارت، هي السيارات الصغيرة. طبعا لسه في هنيك هذاك الطرف، بس ما راح أروح عليه لأنه تأخرنا ولازم نرجع. شايفين هذا كله قسم الفورد، فورد 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 فورد. هون شو عنا؟ تويوتا، تويوتا. هاي كل شيء، هاي متسوبيشي، متسوبيشي. شايفين هوندا، شوفوا قسم الهونداي هنيك. يا جماعة لسه في الطرف الثاني هذاك، بس مثل ما قلت لكم والله بضطر اني اطلع انا، بس هذا اللي صور قدرنا، اللي الله قدرنا نصور لكم اياه اليوم ان شاء الله. بنجي ان شاء الله جاي ثاني باذن الله. حبايبي ان شاء الله تكون عجبتكم الجوله، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الموضوع، وبتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد. بتشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.